بدأت محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق ألمانيا في الأول من مارس الماضي، وتتهم الدعوى التي تنظر لها أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، تتهم ألمانيا بتسهيل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل. تطالب نيكاراغوا مشاهدين قضاة المحكمة في الدعوى التي رفعتها بفرض تدابير مؤقتة لدفع ألمانيا إلى التوقف عن تقديم أشكال الدعم كافة لإسرائيل وبينها الأسلحة، وتشدد في دعواها على أن صدور هذه التدابير يعد أمرا ضروريا وملحا لحماية حياة مئات آلاف الأشخاص في قطاع غزة. الفريق القانوني لنيكاراغوا قال أمام محكمة العدل الدولية إن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية، كما أنها أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وأنها تسهل الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان في غزة. أشارت نيكاراغوا في هذه الدعوى الواقعة في 43 صفحة إلى أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد 10 أضعاف خلال الأشهر الماضية، وأن الحكومة الألمانية صدرت لإسرائيل معدات عسكرية بقيمة 326 مليون يورو في عام 2023. ألمانيا من جانبها أعدت رداً على الاتهامات الموجهة إليها، وقال الناطق باسم خارجيتها قبيل جلسات الاستماع إن بلاده ترفض الاتهامات وإنها لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني. وبات لمحكمة العدل الدولية حضور لافت في حرب غزة، إذ اتهمت جنوب إفريقيا في قضية منفصلة أمام المحكمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. فهل تقديم الدعم لإسرائيل في حربها ضد حماس كاف للإدانة بارتكاب أعمال إبادة جماعية؟ وما هي المعايير التي يجب استيفاؤها لإثبات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا من بيروت بول مرقص، أستاذ القانون الدولي ورئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية. أهلا بك معنا. بداية، إذا ما أردنا سيد بول مرقص أن نفهم هذه القضية من الناحية القانونية، ما هي المعايير التي يجب أن تتوفر لإثبات جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي؟ بالفعل كما تفضلت بسؤالك أستاذة ميرا، أنه يعني من الإشكالية بمكان أن نعرف ما إذا كانت ألمانيا مشاركة في تسهيل الإبادة الجماعية كما نسبت إليها ذلك نيكاراغوا. بالرجوع إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة سنة 1948 والتي أبرمتها إسرائيل عام 1950، كي لا نقول أنها فعلا وراء هذه الاتفاقية بفعل ما حصل مع إسرائيل كما تدعي بالنسبة لليهود من محرقة وسواها. إذن هناك التزام من قبل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ومنها نيكاراغوا، ألمانيا، إسرائيل وسواها من الدول، ليس فقط أن لا تقوم هذه الدول بفعل الإبادة الجماعية بنفسها، لكن أيضا أن لا تشترك في الأعمال الآيلة إلى حصول هذه الإبادة الجماعية. وبالتالي هنا على نيكاراغوا كما تقدمت بحجج وبراهين وقرائن أن تثبت بالفعل أن ألمانيا تورطت في حرب الإبادة الجماعية. هنا لا أخفيك أنه من الصعب إثبات ذلك. لماذا؟ لأن ألمانيا لم تشترك بجيشها ومباشرة في الأعمال العسكرية، إنما هي مرتبطة مع إسرائيل بتزويدها وفقا لاتفاقيات تعاون عسكري، بتزويدها بالسلاح، يعني اتفاقيات تسليح وتعاون عسكري، وهي ملتزمة هذه الاتفاقيات ليس بمعرض حرب غزة فحسب، إنما أيضا هي على الدوام ملتزمة ذلك. لا أقول ذلك تبريرا أو دفاعا عن ألمانيا، لكن أقول ذلك للبيان للمشاهد الكريم
أن هذه الدعوة أو الالتماس القضائي المقدم من نيكاراغوا ليس سهلا. الموضوع هو موضوع تسهيل وتورط ألمانيا على نحو غير مباشر، يجب على نيكاراغوا إثباته حتى فعلا تحصل على حكم نهائي في أساس القضية، رغم أنني لا أستبعد مثلا صدور قرار احتياطي provisional measure كما صدر بالنسبة لإسرائيل في الشهور الثلاث الماضية. طيب، اللفت لماذا ألمانيا تحديدا برأيك؟ هناك عدد كبير من الدول تساند إسرائيل بالدفاع عن نفسها، وكما ذكرت لديها اتفاقيات فيما يخص الاستمرار بتقديم المساعدات العسكرية، عدد كبير جدا من الدول أيضا، ربما نتحدث عن الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، كندا وحتى اليابان، ربما هي علقت تمويل أيضا منظمة الأونوروا، وهذه النقطة ذكرتها أيضا نيكاراغوا. وبالتالي هل سنشهد ربما المزيد من الدعوات القضائية ضد كل هذه الدول، وفي هذا الإطار الذي نتحدث عنه يقدم إلى محكمة العدل الدولية في نهاية المطاف؟ هذا السؤال مهم جدا، ولكن الإجابة يجب أن تكون وافية. يعني هنالك جزئيات ثلاث في هذا السؤال. الأول، لماذا فعلا اختاروا في نيكاراغوا، لماذا اختاروا ألمانيا؟ يجب تحقق عدة أو شروط عدة لتقديم الالتماس القضائي. أولا، أن تكون الدولة طالبة الالتماس، يعني المدعية إذا شئت، أن تكون طرفا في الاتفاقية الدولية التي ذكرتها. ثانيا، أن تكون الدولة المطلوب تقديم الالتماس ضدها، يعني المدعى عليها إذا شئت، أيضا أن تكون طرفا في ذلك. ثالثا، أن تشارك في الأعمال العسكرية أو أن تساعد على الأعمال العسكرية كما في وضعية ألمانيا حسب ما نسب إليها، أو الآيلة إلى تحقيق الإبادة الجماعية. أما العنصر الثالث الأهم أو الرابع الذي أريد أن أضيفه وربما يجيب عن سؤالك في جزئيته الأولى، أن ألمانيا هي من الدول التي تمتاز وتتمتع بمصداقية عالية على الصعيد الدولي وعلى صعيد الأخلاقيات الدولية وأخلاقيات التسلح، لأنها خرجت من الحرب العالمية كما تعرفين، وقد تعهدت بعدم استعمال سلاحها أو جيشها لأغراض عدوانية أو هجومية، بل دفاعية محض، وهي تأبى عادة المشاركة، يعني هي قريبة من النموذج السويسري، يعني لا تحاول المشاركة في أي نزاعات مسلحة. فأريد من وراء هذا الاستهداف القضائي من قبل نيكاراغوا أن يلعبوا على ما يسمى reputational risk، يعني أن يحدوا من السمعة الدولية الطيبة لألمانيا على هذا النحو، فيصيبوا الدولة بمصاب معنوي قبل أن يحققوا الإنجاز الذي يشتهونه وهو الحق القضائي. طيب، بس لنستغل ما تبقى من الوقت، ما هي العواقب القانونية المحتملة على ألمانيا إذا حكمت المحكمة لصالح طلب نيكاراغوا باتخاذ تدابير مؤقتة؟ وهل هذه القرارات هي قرارات ملزمة أيضا؟ طبعا، جميع قرارات المحكمة، محكمة العدل الدولية، ملزمة، سواء كانت أوامر احتياطية provisional measures أو كانت حكما في أساس القضية بعد شهور أو سنوات، بضع سنوات. إنما المؤسف أن هذه المحكمة لا تحوز على جهاز تنفيذي يساعدها على إنفاذ قراراتها بالإكراه والجبر على الدول التي تمتنع عن التنفيذ، ولا أعتقد أن ألمانيا ستمتنع عن تنفيذ أي إجراء سواء احتياطي أو قرار نهائي. وإذا فعلت أي دولة يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع، لكنني في وضعية ألمانيا أعتقد أنها ستمتثل لأي قرار قضائي، وربما ستتخذه حجة للتملص من الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل لأنها تحتاج إلى غطاء قضائي لفعل ذلك. من بيروت، بول مرقص، أستاذ القانون الدولي، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا. شكرا جزيلا.